السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها التلاميذ الأعزاء، مستوى الثالث إعدادي، مرحبا بكم. إذا تنقدم لكم حصة جديدة بخصوص التبادلات الغازية ومواد الحيض على مستوى الدورة الدموية، وكذلك على مستوى اللمف، نقول بالفرنسية les échanges de gaz respiratoires et des nutriments au niveau de la double circulation capillaire et lymphatique. وهذا النشاط داخل في إطار الدور الذي يلعبه الدم في نقل مواد القيت، وكذلك الغازات التنفسية rôle du sang dans le transport des gaz respiratoires et des nutriments. Rôle du sang dans le transport des gaz respiratoires et des nutriments. الضوء الذي يلعبه الدم في نقل الغازات التنفسية وكذلك المواد القيتية. وفي هذا الفيديو سوف نتمكن من شرح التبادلات الغازية ومواد الغيض على مستوى الدورة الدموية وكذلك اللمف. إذا لاحظوا جيدا هذه الوثيقة الخامسة، نحن نتكلم حول التبادلات الغازية التنفسية وكذلك مواد الغيض على مستوى الدورة الدموية وكذلك على مستوى اللمف. هنا عندنا بريز اون شارج des gaz respiratoires par le sang au niveau des alvéoles. ونعلم أن الدم نقل الغازات التنفسية، وتنقصد الغازات التنفسية هو الأكسجين وثاني أكسيد الكربون، باش فهم. إذا هذا المكان هذا تسمى الألفيول أو كيس هوائي، هنا فين تكون الغازات التنفسية، غاز الأكسجين وغاز ثاني أكسيد، تكون هناك تبادل، هنا دخول أكسجين، دخول أكسجين إلى الدم، وهنا خروج ثاني أكسيد الكربون من الدم إلى الكيس الهوائي ثم إلى الخارج. هذا يسمى برونشيول، معناه قصيبة هوائية صغيرة جدا. هنا في النهاية ديال القصيبات الهوائية ديما تكون عندنا هاد لي زالفيول بحال هاد الشكل هذا، هنا تيكون عندنا هاديك لو باغوا، هاديك الجدار الذي يسمح بمرور الأكسجين إلى الدم وكذلك مرور ثاني أكسيد الكربون من الدم إلى الخارج. هذا يسمى لو سون أونتخون دون لي بومون، أو لو سون أونتخون دون لي بومون راه المصدر ديالو هو القلب، لأن كيف ما شفنا في الفيديو السابق تشكل واحد الدورة دموية صغرى بين القلب والرئتين عبر الشريان الرئوي. Alors, sans entrant dans les poumons من خلال هذاك الشريان الرئوي، وتكون بيان سور مشبع بغاز ثاني اكسيد الكربون. خلاص لاحظوا معي CO2. اذا اللون، لا كولور، اللون ديال الدم يكون قاتم. علاش يكون قاتم؟ لان هناك وجود ثاني اكسيد الكربون. انتبهوا واستمعوا جيدا هذه الفقره. لو سون arrivant au poumon est riche en dioxyde de carbone provenant de toutes les cellules. Fais-toi. Le sang arrivant au poumon est riche en dioxyde de carbone provenant de toutes les cellules. Celui-ci est transporté sous trois formes par le sang. Celui-ci, معناه هذاك الغاز ديال ثاني اكسيد الكربون. اذا هذا الاخير
ينقل عبر ثلاث أشكال. اللي تهمنا أكثر هنا هو الدور ديال هاد الهيموغلوبين. الهيموغلوبين هاد البروتين، الهيموغلوبين هو بروتين، بروتين موجود في سيتوبلازم. هو عنده قدرة باش يلتصق مع هادوك لي دو غاز ريسبيراتوار، عنده قدرة باش يلتصق مع الأكسجين، وعنده القدرة باش يلتصق مع ثاني أكسيد الكربون. هو ليس كناقل، ولكن يساعد الدم على إلصاق، فهموني مزيان، يساعد الدم على إلصاق الأكسجين بالكريات الحمراء هيموغلوبين، وكذلك إلصاق ما يسمى هذوك تسمى ليزيماتي، هذوك كاملين تسمى ليزيماتي، وهذا تسمى أوكسيوموغلوبين، عندما يكون هناك وجود الأكسجين. زين، وهذا تسمى اتش بي، تسمى هنا اتش بي سي او 2، عنده واحد التسميه خاصه هو كاربا، كاربا مينو هيموغلوبين، كاربا ايمو ايمو غلوبين، مام كاربا مينو هيموغلوبين، كاربا مينو هيموغلوبين، هذا كاربا ايمو، كاربا مينو، كاربا مينو هيموغلوبين هو HbCO2 عندما يكون تم قاسم أي مشبع بثاني أكسيد الكربون. العملية شنو؟ العملية هي عملية كيميائية تجمع ما بين هيموغلوبين Hb مع غاز ثاني أكسيد الكربون يلتصق، هذيك الغاز ديال ثاني أكسيد الكربون يلتصق مع هيموغلوبين في الكرية الحمراء، بيسيو الكرية الحمراء ليزيماتي مع الكرية الحمراء، وهذو الكرية الحمراء هي اللي تتنقل الأكسجين وكذلك ثاني أكسيد الكربون، هذوك الغاز لي دو غاز ريسبيراتوار الرئيسي. فهمتوا دابا؟ ألوغ عند وصول هذا الدم الى الرئه بيان سور تيكون هناك واحد الفارق ديال الضغط الهوائي، سيدي لا بريسيون، الضغط ديال الغازات، لا بريسيون دي غاز، هنا تيكون الضغط مرتفع ديال ثاني اكسيد الكربون، وهنا الضغط منخفض جدا ديال ثاني اكسيد الكربون. وتعرفوا بان كاين واحد القانون ديال ضغط الغازات، ضغط الغازات في العلوم الفيزيائيه راه ينتقل كما شرحت لكم في الفيديو، ينتقل الغاز من وسط اللي تيكون فيه ضغط مرتفع جدا الى وسط اللي تيكون فيه الضغط منخفض، بس هادشي اللي تسمح سي او 2 او ثاني اكسيد الكربون انه هذا الهيموغلوبين يفك هذاك ثاني اكسيد الكربون على حسب هذاك الضغط اللي موجود فيه، ويجعله يمر الى الالفيول، بس الى الكيس الهوائي. نفس الشيء بالنسبه للاكسجين، الاكسجين هنا تيكون الضغط مرتفع جدا ديال الغاز ديال الاكسجين، لانه تيكون مشبع الغاز هذا الفضاء ديال لي زالفيول او الكيس الهوائي يكون مشبع جدا، يكون الضغط مرتفع ديال الغاز ديال الاكسجين، ولكن هنا لا يوجد اي، لا يوجد ضغط منخفض جدا، هادشي اللي تيخلي هاد الاكسجين يمر بسرعه الى الدم. وكاين هاد ليزيماتي اي الكرات الحمراء تيكون فيها هاد البروتين تنسميه هيموغلوبين، هاد البروتين هو اللي تيمكن الاكسجين من الالصاق، ويكون ما يسمى كما شرحت لكم سابقا أوكسيوموغلوبين، اللي من خلاله
تلتصق هذيك الغاز ديال الاكسجين، غاز ثاني اكسيد، غاز الاكسجين في الدم، ويمكن نقله الى جميع اعضاء الجسم. اذا هذا الصون سورتون دي بومون بيان سور سوف يذهب الى القلب ثم الى باقي اعضاء الجسم. غير باش تفهموا شيئا، غير باش تفهم. المهم عندنا هاد المكان راه سميتو الفيول بيلمونير، وفهموني مزيان المقصود، هذا تسمى الفيول بيلمونير، معناه كيس هوائي موجود في اخر مرحله من الرئه، ها هو البرونشيول، شعيرات بعض القصيبات الهوائيه، اخر هذه القصيبات الهوائيه كاين هناك ما يسمى الفيول بيلمونير، وهذا يسمى الجدار. لاحظوا هذا بارفو الفيولير، هذا بارفو الفيولير تيكون ترونسبارون، يسمح بمرور الاكسجين وثاني اكسيد الكربون بسهوله، ولكن حسب قانون فيزيائي. هذا القانون الفيزيائي راه تيقول لكم دائما اذا كان وسط مرتفع، الضغط عنده مرتفع، الغاز راه تينتقل من الضغط المرتفع الى الضغط المنخفض، هادشي اللي تيسمح ثاني اكسيد الكربون المرور بسرعه الى هذا الفضاء الفيول بيلمونير، وكذلك الاكسجين يمر بسرعه من هذا الفضاء الفيول بيلمونير، تكون تعرف واحد الضغط مرتفع جدا ديال الاكسجين الى الدم. اش يلقى؟ تلقى هذه الكريات الحمراء تسمى ليزيماتي، هذه الكريات ليزيكلوبين ولا ليزوغلوبين روج، هذه الكريات الحمراء ليزيماتي تكون فيهم هذا البروتيين، هو ديجا تيكون فيهم هاد البروتيين، موفر فيهم هاد البروتيين هيموغلوبين، وهاد الهيموغلوبين هو اللي تسمح بإلصاق كومبينيزون، إلصاق يا إما الأكسجين اللي تيخليه مشبع بالأكسجين، وشوفوا اللون ديال الدم تيكون فاتح جدا لأنه مشبع بالأكسجين، ثم يمر عبر القلب ثم القلب إلى جميع أعضاء الجسم. وهنا دخول الدم قاسم جدا، هذا وجود ما يسمى ب اسم ديالو شيء ما صعب، كاربامينو ايموغلوبي HBCO2 باختصار شديد HBCO2، ولكن فاش يكون هذا المكان، فاش يكون هذا المكان هذا بيان سور، هذا تسمى شريان رئوي، هذا شريان رئوي، هذا وريد، إذا هذا لو سون سورتون دي بومون، هذا شريان، وريد رئوي، هذا وريد رئوي، باش نفهمو، هذا وريد رئوي خارج من الرئتين، وهذا الشريان رئوي داخل الرئتين، والشرير الرئوي دائما تكون مشبع بثاني اكسيد الكربون، والوريد الرئوي تكون مشبع بالاكسجين، باش نتفاهم، هذا الوريد وهذا الشريان من الداخل. المهم هذا الشرير الرئوي الداخل هنا هذا اللي داخل بحال هاد الشكل هذا، تيكون مشبع بثاني اكسيد الكربون، وثاني اكسيد الكربون يسمح تيشوف بان هناك واحد الضغط مرتفع يسمح بالمرور الى تسمح المرور الى هاد الفيولا، وكذلك العكس. اذا نتكلموا شيئا مع ليزيمات، هاد ليزيمات تيكون عندنا واحد البروتين سميتو اش بي، يلتصق بهاد الاكسجين، وهاد الالتصاق ديالو بالاكسجين هو اللي تيعطيه اش بي او 2، تسمى بالفرنسية أوكسيوموغلوبي، مزيان، هاد أوكسيوموغلوبين يلتصق بهاد الهيموغلوبين، هاد الأكسجين تلتصق بالهيموغلوبين تعطينا أوكسيوموغلوبين، وهذا تيكون اللون ديالو فاتح، ومن ثم إلى القلب ومن أعضاء الجسم، بينما هاد الشريان الرئوي، هاد الشرير الرئوي هذا المصدر ديالو من القلب، بس بون
لحظة معي، يكون داخل هنا القلب، يكون داخل هنا القاعدة، محمل بي سي او 2 كما قلنا، تفك هاد اش بي هاد هيموغلوبين، يفك هاد ليبير كما تنقولو بالفرنسي، ليبير سي او 2 يخليه ينطلق الى الخارج. المهم هذا هو التفسير بخلاصة الوثيقة الخامسة. شوفوا معايا دابا الوثيقة السادسة، لا فورماسيون دو لامف اي لي زيشانج او نيفو دو لا دوبل سيركيلاسيون كابيلير اي لامفاتيك. هذا راه تتسمى، هذا تتسمى لا سيركيلاسيون كابيلير، وهذا تسمى كابيلار لامفاتيك، هذا تسمى اللمف، شوف اللون ديالو كيفاش داير، وهذا يسمى ب العرق الدموي، عرق دموي، فهمت؟ كابيلار سان سيركلاسيون كابيلار، سيركلاسيون كابيلار، هذا تسمى كابيلار ارتيريال، وهذا كابيلار فينو. إذا دائما الخارج يسمى الوريد والداخل يسمى الشريان. وكما ستلاحظوا، إذا هنا باش نفسر لكم أكثر، فاش يكون الدم مشبع بالأكسجين ينتقل عبر القلب، والقلب عبارة عن مضخة، ومن خلال المضخة يرسل الدم إلى جميع أعضاء الجسم، وهنا تسمو الخلايا المستفيدة من هادشي. ألوغ هنا تتسرب الخلايا الأكسجين، لاحظوا اللون الأخضر، أكسجين أكسجين أكسجين، وكذلك هنا مول القيت، لا ننسى مول القيت، مول القيت هو اللي تيكون في الدم، مول القيت هنا بحال الفيتامينات، بحال السكريات، بحال الأملاح المعدنية، بحال البروتينات، إذا كلها موجودة في الدم هنا، المواد القيت موجودة في الدم، ليست خاصة غير بالأكسجين أو بالغازات التنفسية، لا، المواد القيت موجودة في الدم، بس ولكن اللمف اللي موجود فيه أقلية من مواد القيت، بالخصوص الدهنيات، هنا تكون أحماض دهنية، بس الجليسيرول. و احماض دهنيه وجليسيرول، خصوصا احماض دهنيه وجليسيرول تيكونوا هنا في اللمف، احماض دهنيه والجليسيرول ما تيكونوش موجودين ابدا في الدم، الدم تيكون فيه غير السكريات والبروتين، السكريات واحماض امينيه وفيتامينات والاملاح المعدنيه والماء بالخصوص، هنا تيكون موجود واحد النسبه قليله من الماء والاحماض امينيه، احماض دهنيه والجليسيرول. كذلك الخلية تحتاج إلى بعض من الدهنيات لإنتاج الطاقة، كذلك لا ننسى. هذا تسمى لو ميليو انتيريور، بس فوالا، هذا لا فورماسيون دو لانف، لا فورماسيون دو لانف et les échanges au niveau de la double circulation capillaire et lymphatique. لاحظوا معايا الخلية راه تحتاج إلى تحتاج إلى مواد القيت وكذلك الغازات التنفسية لإنتاج الطاقة، ولكن راه تصدر منها الديشي، إذا الديشي هذا ديال المواد الدهنية، وهذا الديشي ديال مواد القيت الأخرى، خصوصا التي لا ينفع لها بحال السكريات إلى آخره، السكريات التي عندها واحد القدر من السكريات، قدر من الأحماض الأمينية إلى آخره، وكذلك هنا ثاني أكسيد الكربون، كذلك من اللي ديش هي ديوكسيد الكربون، لاحظوا ديوكسيد الكربون بخصوص. وهنا كذلك تحتاج الخلية إلى الماء، المصدر ديالها تيجي من العرق الدموي. إذا هنا موجود هنا تسمى بلازما سانغا،
بلاص ما سوف تكون مشبع بالمواد القعيت بحال السكريات بحال الفيتامينات بحال المواد الدهنية بحال السكريات والفيتامينات والأحماض الأمينية، بينما لافاتيك بينما هذا اللمف تكون فيه المواد الدهنية بحال الأحماض الدهنية وكذلك الكوليسترول. وهاد الفضاء هنا تيكون فيه ليكيد انترستيسيال هو الذي يسمح بانتقال المواد القيت من الدم الى الخلية لنيتريمون بسهولة، وكذلك يسمح بمرور الاكسجين بسهولة من الدم الى الخلايا، وكذلك يسمح بتدفق هاد لي ديشي ديال الخلايا بحال ديوكسيد الكربون وكذلك المواد القيت الغير مستعمله. كذلك هنا يسمح بمرور المواد الدهنيه بحال الاحماض الدهنيه والجليسيرول الى اخره، ثم يسمح بمرور الدم من يسمح بمرور الماء من الخليه الى اللمف وكذلك لي ديشي. هذا هو اللي كاين دابا حاليا في لا فورماسيون دو لانف اي لي زيشانج او نيفو دو لا دوبل كابيلار دو لا دوبل سيركاسيون كابيلار اي لانفاتيك. اذا نكتفي بهذا القدر ايها التلاميذ الاعزاء، ونلتقي بكم ان شاء الله في فيديو قادم من خلال دروس خاصه بالمستوى الثالث اعدادي اسفيت. وهنا نتحدث حول الدور ديال الدم رول دو سون دو لو ترونسبور دي غاز ريسبيراتوار اي دي نيتريمون، نشرح لكم باللغه العربيه باش تفهموا بشكل جيد، وهذا داخل في اطار ديال الدرس ديال السيركيلاسيون سانغين. نشكركم على حسن الانتباه والى اللقاء.